ينضم إلينا من القدس مراسلنا بشار صغير. مرحبا بشار، هل هناك تفاصيل عن ربما أضرار أو إصابات قد تسبب بها هذا الصاروخ؟ بالضبط زميلي، دعني أبدأ مما ذكرته المصادر العسكرية الإسرائيلية. حتى هذه اللحظة كما قلت زميلي، أكدت هذه المصادر سقوط صاروخ واحد من نوع إجراد قرب أسدود على الساحل إلى الشمال من قطاع غزة دون وقوع أي إصابات أو أضرار تذكر. الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا في هذه اللحظات بتمشيط المناطق والبلدات المحاذية لقطاع غزة، وبالتحديد في المناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار وسمع فيها أصوات انفجارات، وهي بلدة جان يفني قرب أسدود وأيضا بلدة كريات جات إلى الشمال الشرقي من قطاع غزة، علما بأن هذه البلدات أو بالتحديد بلدة جان يفني كانت قد فتحت الملاجئ، وذلك تحسبا لصقوط أي صواريخ. جهود عيان إسرائيليون أكدوا بأنهم سمعوا أصوات 4 انفجارات، هذا حسب المعلومات الأولية المتوفرة نقلا عن جهود عيان وأيضا المصادر العسكرية والإسرائيلية المصادر العسكرية والإعلامية الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي وفي رد فعل أولي وفي رد أولي على الحادثة كان قد حمل حركة حماس في قطاع غزة مسؤولية إطلاق صاروخ جراد، وأيضا حمل الحركة مسؤولية أي شيء قد يتخذه الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة. لكن هل هناك من التصريحات الرسمية السياسية ما يشير إلى احتمال قيام إسرائيل برد فعل أكبر على قطاع غزة؟ من المبكر الحديث او التاكيد على ما قد يقوم فيه الجيش ما قد يقوم به الجيش الاسرائيلي في الساعات القادمه او في المستقبل القريب. الامر منوط بما بالتحقيقات وايضا بالقرارات التي يمكن ان يتخذها الجيش الاسرائيلي ضد قطاع غزه. طبعا الساعات القادمه الفتره القادمه سوف تحمل الاجابه على هذه الاسئله، ومن المبكر هنا الجزم بما باي شيء قد يتخذه الجيش الاسرائيلي والتاكيد في ما اذا كان الجيش الاسرائيلي فعلا سوف يقوم الآن بعدوان سواء كان ضيق النطاق أو واسع النطاق ضد قطاع غزة. شكرا لك مراسلنا بشار صغير، كنت معنا من القدس.